تمام في هذا الفيديو هذا غنشوفو واحد البومبة ديال الماء كتخدم 120 فولت، ها واحد المؤقت، هاهو الموديل ديالو هذا تي 8845 8845 بي في فيهم ديال الغرام. عندنا مثلا كونترول نوصل العربية 120 فولت، هنا ويت، هنا التايمر 8845 سميتها فولت، ماشي فولت يا خويا، وهاد البومبة هادي كتخدم 120 فولت بي في بوتيت فيتاس، فيتاس صغير، هاي التايمر بوتيت فيتاس. هنايا عندنا لاليمونطاسيون 120 فولت، اليمونطاسيون 120 فولت. عندنا مثلا هنا بيض ويت، هاهو نوترال هو النوتر، هاهو 120 فولت. دابا الخيوط جايين من ترونسفور 120 فولت، دخلت هنايا البيض، دخل فاش في التايمر، هاهي في مؤقت الزمن. هنايا عندنا الفاز جا هنا، هاهو يخرج من هاد كونتاكتور 24 فولت. هذا بحال الرولي دو كوموند، الرولي كتسمى رولي كوموند، شوف خرج من هنا مشى لا بومب باور ان لاين، دخل هنا هاهو مشى لهنايا عطا ليمونطاسيون وجا من هنا دخل لا جوري الجوري دخل الجوري دو كوموند وخرج من هنا ومشى للبومب، هاهي بومب 120 فولت. هنايا النوتر بلا وايت بيض، هاهو جا مشى على سميتها تايمر، هاهي وخرج من هنا مشى البومبة ديال الماء. هنايا هي بلاك كحل، هنايا الغاز هو بلاك كحل، هنا هو هي بيض النوتر. هذا راه الطيران جروند القهوية. هنايا ترانسفورماتور 24 فولت، هاهو الخيوطة ديالو، غنمشيو للبوبينة ديال ديال سميتها الرولي دو كوموند، هاهو غدخل واحد هنا 24 فولت من ترانسفورماتور، واش غدخل هنا دونك هادي واحد البومبة كتخدم 120 فولت. هذا الرولي دو كوموند هاهو صويت 120 فولت، هنايا كتدخل 120 فولت، كتدخل لهنايا هذا التايمر، هنا كاين ترانسفورماتور 24 فولت كتكون فيه البوبينة ديال هذا، وهنايا النوتر الفاز 24 فولت. هنا راه هما مبينين لك هنايا كتبع دخل هذا الشيء هنا جا من هنا خرج من الفوق. دابا هاد البوبينة هادي كتخدم ديال هاد هذا 24 فولت، هذا هاد البومبة هادي كتخدم 100 فولت مؤقت 120 فولت. والسلام عليكم ورحمة الله.